السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا اخوان الكرام؟ احوالكم ان شاء الله تكونوا بخير، بسلام صحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس لتتوصلوا دائما دائما بأحدث فيديوهات هشام هاشم، وأيضا لدعمنا بارك الله فيكم وفي صحتكم، أيضا لا تنسى الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع الآخرين. اليوم سوف نتحدث عن جميع المخالفات التي وضعتها اليوتيوب حول يعني المخالفات التي يجب عليك تجنبها أو التحرز منها، سواء عند قبولك في الاشتراك في الأدسنس أو قبل المراجعة حسابك في الأدسنس. طبعا أنا حاولت ما أمكن أن أجمع ما أستطيع، يعني لم أقم بنشر الفيديو مباشرة، ولكن تأخرت في يعني جمع العدد، واحد العدد كبير من المخالفات التي يجب عليكم تجنبها بصفة كاملة. وطبعا أنا جمعت هذه الأمور في ورقة لكي يعني لا أنساها، وكلما يعني أجد شيء أقوم بكتابته، إلى أن وصلت لواحد الحد اللي هو ربما 27 أو 26 مخالفة في اليوتيوب. المهم على أين كي لا نطيل عليكم بارك الله فيكم، لأنه يعني ربما سوف نصل إلى 10 دقائق ربما، والله تعالى أعلم. على أي أول مخالفة بارك الله فيكم، يعني طبعا الموضوع الذي سوف أتحدث عنه ربما يكون يعني داخل في أشياء معروفة وأشياء غير معروفة، ولكن على أي الموضوع سوف يكون عام للمبتدئين وأيضا لمن يشتغل في اليوتيوب. فأول شيء بارك الله فيك هي الصورة. إذا كنت تضع أي صورة يعني تأتي بها من جوجل أو لها حقوق الملكية، فهذا يعد مخالفا وسوف يسبب لك حظر في قناتك اليوتيوب، يعني سوف تقوم بعملية المراجعة وسوف يتم حظر هذه القناة أو لا يتم تحقيق الدخل في قناتك اليوتيوب. أيضا رفع الفيديوهات، يعني ثاني شيء هو رفع الفيديوهات الخاصة بالأشخاص الآخرين، يعني هناك فيديوهات لها حقوق وهناك فيديوهات ليس لها حقوق، والتي يمكنك يعني وضعها في القناة التي لا يوجد بها حقوق. فهناك في القناة مكان يعني خاص بالترخيص لرفع الفيديوهات، ولكن لا أنصح بها، لأن الفيديوهات يتم رفعها أكثر من 3 مرات، ويعني تكون في الأول لا يوجد بها يعني يوجد بها حقوق، ثم أأتي أنا وأقوم بإعادة رفعها بدون حقوق، وتظهر هي لدى قسم الفيديوهات التي ليس بها حقوق، وأنت الضحية تقوم برفعها، ويتم يعني حظر قناتك أو يعني أو وضع يعني أو تقديم لك إنذار. تمام، هذه النقطة الثانية. بالنسبة أيضا للموسيقى بارك الله فيكم، الموسيقى التي يعني تتوفر على حقوق هذا لا يجب عليك رفعه بصفة كاملة. هناك بعض الموسيقات يعني التي تتوفر على حقوق النشر، فلا يجب عليك وضعها بصفة كاملة لأنها يعني لها حقوق، وإذا جاء يعني يعني كان صاحب موسيقى مثلا معروف إلى آخره وأبلغ عنك، راه سوف يتم يعني قفل القناة ديالك. تمام، هذه رقم واحد. رقم اثنان وهو التحدث، يعني عامل قناة وتتحدث عن برامج وتطبيقات وألعاب مهكرة، يعني كيف يتم تهكير أو يتم سرقة أو لعب مثلا أو تحميل الألعاب يعني مهكرة، يعني مسروقة من طرف الشركات، يعني هناك ألعاب وتطبيقات وبرامج غير مرخصة. تمام، أو تتحدث عن كيفية يعني كيفية عمل سيريالات وعمل باتش الخاص بهذا التطبيق أو هذه اللعبة أو هذا البرنامج، هذا كله مخالف لأنها تتوفر على حقوق. تمام، أيضا ثالثا وهو الروابط، يعني وضع الرابط. هذه الروابط بارك الله فيكم، إذا كانت تتوفر روابط على برامج ضارة، تتوفر الروابط يتم نقلك إلى المواقع الإباحية. تمام، أيضا يعني الإباحية المباشرة. تمام، ليس وثائق او برنامج او كتاب يتحدث عن يعني هم يعتبرون مثل الكتب ومثل الامور الخاصه بالوثائق، ليس بالامر يعني الذي يعلن الفساد، فقط هي وثائق. تمام، يتحدث مثل وثائق فقط، يعني شيء عن القبيل حياه كذا الى اخره.
بالنسبة أيضا روابط الخاصة بالسريالات والبرامج والألعاب غير المرخصة وتحميلات، المهم أي شيء يتم نقلك إلى أشياء يعني لها حقوق ويتم تحميلها مجانا، فهذا يعد مخالفا في اليوتيوب. تمام. رابعا، مشاركة الرابط الخاص بالقناة ديالك في التعليقات، يعني أنت أي قناة تقوم ب يعني مشاهدة الفيديو تضع القناة الخاصة بك، تقول لهم اشتركوا في هذه القناة. تمام. فكلما تقوم بنشر القناة الخاصة بك فهذا يعد مخالفا، يعني سوف يتم حظر القناة ديالك، لن يتم تحقيق الدخل إلى آخره، يعني هذا مخالف لسياسة اليوتيوب، هي أنك تقوم بنشر في قناتك في التعليقات الآخرين، في قناة أو التعليقات الآخرين. تمام. أيضا خامسا، وهي مجال الاختراق والسرقة، يعني مثلا تتحدث عن كيفية اختراق الفيسبوك، كيفية اختراق الواتساب، كيفية اختراق كذا، كيفية اختراق كذا، كيف اختراق الويندوز، كيف وسرقة الحسابات، أو كيف يتم سرقة حساب فلان، كيف سرقة حساب فيسبوك، هذا كله مخالف لسياسة اليوتيوب. تمام. هذا كله مخالف لسياسة اليوتيوب ولا يجوز ذلك حتى شرعا. بالنسبة سادسا، وهو المحتوى. المحتوى يعني هناك الفيديو وهناك الوصف وهناك كلمة الدلالية. في الوصف أخي الكريم يجب عليك أن تكتب شيء غير مضلل، يعني أن تكتب ما يوجد في الفيديو وما يوجد في الكلمات الدلالية نفسه الذي يوجد في المحتوى. كل ما يوجد في الفيديو تستطيع كتابته، أو يعني كتابة ما يجري في الفيديو في المحتوى، يعني تدون ما يوجد في الفيديو. إذا تحدثت عن شيء آخر في المحتوى فهذا يعد مخالفا. أيضا الكلمات الدلالية، الكلمات الدلالية أيضا يجب أن تكون متناسقة مع الفيديو والمحتوى أو الوصف. يعني مثلا تحدث عن الربح، لا يجب كتابة في الكلمات الدلالية الطبخ أو كيفية صنع كذا أو كيفية كذا، يجب أن تكون كلمات لها علاقة مع المحتوى. أيضا الصورة المصغرة أو الصورة الخاصة باليوتيوب يجب أن تكون أيضا لها علاقة بالفيديو، لا تكون مضللة، يعني الصورة تتحدث عن شيء والفيديو يتحدث عن شيء، يجب أن تظهر على الأقل أن الصورة لها علاقة بالفيديو. هذا ثامنا. أيضا عاشرا، إظهار الأرباح. يعني مثلا أنا جئت وقلت لكم سوف أقوم بفتح حساب أدسنس خاص بي، أو سوف أقوم بالدخول إلى ما يخص في تحقيق الربح الخاص بي في اليوتيوب، وسوف أظهر لكم مباشرة هكذا ترون في الفيديو كيف يعني الأرباح اليومية والأرباح الشهرية والأرباح ديال أمس إلى آخره، يعني هذا مخالف. أما إذا تحدث فقط أقول هذه هي أرباحي وكذا وكذا، تحدث فقط كم جنيت في هذا الموقع، كم جنيت في الأدسنس، هذا العمل الذي قمت به جنيت منه مثلا 10 مليون وكذا، هذا لا مشكلة فيه، ولكن إظهار داخل الحساب يعني داخل الفيسبوك، داخل اعتذر الأدسنس داخله، لا يجوز ذلك لدى اليوتيوب، وهذا ما يوجد في سياسة الأدسنس. أيضا 11، الزيارات الوهمية. يعني هناك مواقع تقوم ببيع لك الزيارات، تمام، أو تقوم بالاشتراك في مواقع تأتيك بالزيارات، هذه تسمى زيارات وهمية. زيارات وهمية يتم حظر حسابك، أو لا يتم قبول اشتراك ديالك في حسابات الأدسنس، يعني ربما يبقى حساب ديالك يعني شغال، اعتذر، يبقى حسابك شغال، ولكن في آخر تحقيق الدخل سوف يكتشفون أن هاد المشتركين أو هاد الزيارات الخاصة بك كلها وهمية ولن يتم قبولك لدى الأدسنس. أيضا 12، نشر فيديوهات متكررة في القناة، يعني مثلا أنا أتحدث عن هذا الفيديو هذا ثم أقوم بنشره ثاني مرة في قناتي وأعيد أقوم هذا كله لا يجوز أيضا، يعني إعادة نشر فيديوهاتك في نفس القناة. أيضا 4، الأمور كثيرة.
يعني العنوان المضلل، يعني العنوان المضلل يعني رقم 13 وهو العنوان المضلل. يعني أنا مثلا أتحدث عن الربح، أقول لهم في العنوان هذا ما يجري في فلسطين، تمام؟ ثم بعد ما هذاك الشخص الذي سوف ينقر لمشاهدة ما يجري في هذه البلاد هذه يدخل فيجد أنك تتحدث عن الربح، فهذا ما يسمى بالعنوان المضلل. يعني يجب عليك أن لا تقوم بتضليل الناس. ما يوجد في الفيديو هو ما يوجد في العنوان. أي بعض أحيانا نقوم بتضخيم العنوان، نقول مثلا ما هذا، كيف هذا، يعني تترك الأمر بين قوسين، يعني كيف أكسب المال من هذا الموقع. يعني أنت تعطي فقط لمحة لما يعني لمحة للفيديو، هذا لا بأس به، ولكن أن تتحدث عن شيء في العنوان والفيديو في في في, في مكان آخر فهذا سوف يسبب لك انتهاكات لسياسة اليوتيوب. أيضا 14 وهو الابتزاز والتهديد. يعني أي شخص تقوم بالابتزازه بالصور، بالفيديوهات، بالرسائل الخاصة به، بأي شيء تقوم بابتزازه أو تهدده فيمكنه أن يقوم بالتبليغ عنك، تمام؟ أو يسلط عليك أشخاص يقومون بالتبليغ عنك أن هذا الشخص هذا يعني يقوم بتهديدي، فهذه القضية، فهذه النقطة هذه سوف تأتيك إنذارات وتحذيرات، فإن لم تقم بنزع الفيديو سوف يتم حظر حسابك أو حظر القناة الخاصة بك. أيضا بيع المنتجات الغير المشروعة. يعني مثلا أنا أريد أن أقوم بعمل مشروع لبيع، بيع أشياء في مثل الأدوية، مثل المخدرات، مثل الخمور، مثل الطبخ، يعني أي شيء له يعني الطابع، يعني عنده شركات تقوم ببيع هذه الأمور هذه، لا يجب عليك بيعه لأنك تسمى مثل السوق الأسود، تمام؟ تبيع أشياء غير مشروعة أصلا لا يجب عليك بيعها في الأنترنت بصفة كاملة، مثل الأسلحة، مثل الكوكايين، مثل العديد من الأمور التي هي لا يقبلها أصلا القانون، ولهذا لا يجب عليك بيعها. بيع شيء آخر مثل التيشورتات، أشياء خاصة بك، حقائب، أحذية، مهم شيء خاص بك أنت. أيضا 16 المحتوى الإرهابي. كيف هو المحتوى الإرهابي؟ يعني مثلا أنا أتحدث أقول لكم كيف يتم يعني الاشتراك في يعني جماعة إرهابية، أو كيف يتم الانضمام إليها، وهذه رقم الهاتف الخاص بهم، هذا خطير على قناتك. أما إذا كنت تتحدث عن برنامج وثائقي تقول له مثلا هذه الناس كيف تعيش وهكذا كذا، وأنهم يعني المخالفات التي يرتكبونها، ولو تذكر كلمة إرهابية فهذا لا مشكل، لأنه يعني يدخل في الوثائقي، برنامج وثائقي أو فيلم وثائقي، تمام؟ أما أن تقدم مساعدة في هذا المجال هذا فهذا خطير جدا. أيضا 17 فيديوهات الجنس المباشر. يعني الجنس المباشر أن تظهر جنس مباشر، يعني كل شيء يعرف هذه المسائل، سواء للرجال، سواء للنساء، سواء للأطفال، تمام؟ يعني تضع الفيديوهات الجنس المباشر فهذا لا يجوز. أيضا 17 تكرار الكلمات في التعليقات باستمرار. يعني مثلا أنا أدخل إلى القنوات للناس، كلما أشاهد أي قناة أكتب لهم اشتركوا في القناة، مع أنني لا أضع الرابط، ولكن كلما اشتركوا في القناة، إنها قناة كذا، اشتركوا في القناة، اشتركوا، كثرة ما أضع تعليقا في القنوات لا علاقة لها بما يتحدث ذلك الشخص، فهذا تعتبره اليوتيوب شيء يعني غير لائق، تمام؟ غير لائق ولا يعطي قيمة للقناة الخاصة بك، وهو يعني كأنك تخبر الناس أن تشترك، يعني أو تبادل الاشتراكات، اشترك أنت وأنا سوف أشترك معك، اشترك أنت، يعني تحت الفكرة الآن في قضية تبادل الاشتراكات سوف أقوم بإضافتها، يعني تبادل الاشتراكات، اشتراكات، يعني أحيانا أتحدث وسوف أذكر عدد الأشياء عن هذه القضية ديال تبادل الاشتراكات، تمام؟ قضية التعليقات هذا لا ينبغي. أيضا هذا 19، أيضا 19 وهي انتحال الشخصية. يعني مثلا شخص سوف يقوم بإنشاء قناة هشام هاشم أخرى، هو هشام هاشم من المعلوميات، تمام؟ وسوف يتحدث عنها كذا، فهذا الشخص هذا ينتحل شخصيتي، فأنا من حقي أن أقوم بالإبلاغ عنه، وإن قام هو بالرد علي سوف أقوم بالإبلاغ عنه، لأن اليوتيوب حينما تجد يعني شيء فيه الرد هكذا وهكذا ترى كم أنا مشترك في هذه القناة بهذا الاسم،
وكم هو مشترك. سوف تجده هو مثلا قام بالاشتراك يوم 18 شهر 11 2018، وانا اشتركت في 2013، تمام. فهنا تعرف انه هو يعني منتحي لهذه الشخصيه الخاصه بي، تمام. يعني حاول الا خاصه بالمشهورين والممثلين، حاول ان تبتعد على انتحال شخصيات الاخرين بصفه كامله، تمام. حتى ولو لم يكن عندك قصد، فقط تريد ان تكتب هذا الاسم لانه عليه اقبال، فهذا تجنبه اخي الكريم. ايضا 20 رقم 20 وهو القتل والدماء والاسلحه، يعني الفيديوهات التي تتوفر على الدماء، قتل فلان وقتل هذه الامور، هذه كلها يعني الشركات المعلنه لا تقبل ان تظهر اعلاناتها في مثل هذه الامور هذه، تمام. وهذه المشكله هذا قد تسبب مشكله كبيره جدا في اليوتيوب، يعني سبب واحد المشكل كبير جدا في اليوتيوب. لهذا مثل هذه الفيديوهات خاصة بالقتل وبالسيف وهذه الأمور هذه، فأنا أنصح ألا تقوم بنشرها بصفة كاملة. أيضا يعني 21 أو المخالفة 21 هي استخدام الفي بي إن. يعني أنا مثلا مغربي وعندي الفي بي إن الخاصة أو الأدرس إي بي الخاصة بي، وهي الخاصة بالمغرب، تمام. فانا اقوم بالاطلاع على قناتي بالفي بي ان بدوله اخرى، بامريكا، بفرنسا، بكذا، لزياده المشاهده والى اخره وارتقاء. فهذا الشيء مخالف للقناه، هذا الشيء راه مخالف للقناه، ابقى على ما انت عليه. شيء اخر اللي هو خطير، اللي يعني لا نزاع فيه، اللي هو رقم 22، اللي هو عدم النقر على اعلاناتك. حين تقوم بالنقر على اعلاناتك في اليوتيوب فهذا يسبب لك مشكله، لان اليوتيوب حين او الادسنس حين يشوف يرى انك تنقر، فهي لا ترى انك لم تقصد او هذا القابل هذا، قمت بالنقر سوف يتم قفل حسابك. يعني حاول ما امكن الا تنقر، لان لن تقبل منك هذه الاعذار، لم اقصد، لم ادي، لا يهمها، الرب لا يعرف، الرب لا يرحم، تمام. ليس بانسان يقوم بتطبيق ما يتم يعني اخبارك به. ايضا الشيء اللي هو 25 او 23، مخالفه 23، وهي المزدوجتين، يعني وضع المزدوجتين، هذوك المزدوجتين يعني سوف ارسمهم لكم في القناه. يعني هذه المزدوجتين ماذا تفعل؟ يعني انا اقوم بكتابه موضوع في المحتوى، ثم اكتب في اسفله كلمه ادسنس مزدوجتين، الربح من ادسنس مزدوجتين. هاد المزدوجتين عندهم واحد السر كبير جدا في ترقيه الكلمات في اليوتيوب، تمام. هذه نقطه مهمه جدا، ولكن لو وضعت واحده فقط واكتفيت بها فهو احسن وافضل، وعدم تكرارها راه يسبب مشكله. ايضا رقم 24، عدم فتح حسابك في اي جهاز. بمعنى انا مثلا اي شخص يتكلم معي يخبرني ان اقوم بفتح له حساب عندي في الجهاز الكمبيوتر ديالي، اقول له لا استطيع. لماذا؟ لانه متابع اولا. ثاني شيء، اذا قمت انا بفتح الجيميل الايميل الخاص به في جهازي، فهو سوف يقوم بفتح الجيميل الخاص به في جهازه، واذا نقر على الاعلانات الخاصه بي او من هذا القبيل هذا سوف يسبب لي مشاكل. لهذا انا شخصيا لا اقوم بفتح الحسابات الخاصه بي في اي مكان، فقط اكتفي بجهاز الكمبيوتر الخاص بي او الهاتف الخاص بي. لا تفتح حسابك لدى اي شخص بصفه كامله، لانه ربما سوف يقوم بفتح وينقر على الاعلانات، و الروب يتذكر انك قمت بفتح حسابك في جهازه وتسبب مشكله يعني في حسابك. ايضا 25 وهو حشو الكلمات الدلاليه واخشاء الكلمات الدلاليه او اضافه الكلمات الدلاليه. مثلا في الوصف الخاص بالقناه، يعني نكتب وصف خاص بالقناه، اي يعني نتحدث عن الربح مثلا، فهذا الوصف هذا يجب ان تدخل فيه كلمه دلاليه منطقيه، يعني فواحد الكلام يكون نقي، يعني كلام مفيد ودخلت فيه كلمات دلاليه، وليس مثلا اتحدث عن الربح اقول السلام عليكم اليوم سوف نتحدث عن الربح من الانترنت، لان الربح من الانترنت واحد المجال عظيم جدا في الربح من الانترنت، ولان الربح من الانترنت هو شيء مقبول وتستطيع الربح من الانترنت، فانا اكتب الربح من الانترنت، الربح من الانترنت، فاليوتيوب هي تعلم انك
أنت ترغب فقط بترقية كلمة الربح من الإنترنت وتسبب مشكلة في قبولك في الأدسنس. أيضا بالنسبة للرقم 26 نشر فيديوهات في القنوات الأخرى، يعني مثلا أنا سوف أقوم بإنشاء جوج قنوات، تمام؟ هذه القناة سميتها هشام هاشم وهذه سميتها العروجي هشام، تمام؟ فأنا هذا الفيديو هذا نشرته في هذا الفيديو في هذه القناة، ثم قمت بنشره في هذه القناة، تمام؟ فهذا يعد مخالفا، يعني يجب علي أن لا أقوم بنشر جوج فيديوهات في قناة، يبقى في قناة واحدة لا غير، تمام؟ جيد. ايضا الشيء ما قبل الاخير الذي اتذكره الان، يعني العديد من الامور لا استطيع تذكرها، وهي الكراهيه. الكراهيه ان تحدث عن هذا اسود هذا ابيض، يعني تحدث عن الجنسيات، ان هذا الامر هذا، ان فلان الرئيس فلان كذا كذا، وتحدث في الكراهيه كثيرا. واذا جاءني تبليغ يعني ابلاغ من شخص يعني من كذا، سوف أتسبب في مشكلة. والشيء الآخر هو تبادل الاشتراكات. أنا دخلت في القناة مباشرة وأقول لكم اشتركوا في القناة، اشترك وأنا سوف أشترك معك. هذا في حد ذاته راه مخالف، يعني لا تطلب الناس، لا تتحدث مع الناس أن يشتركوا في قناتي، قل اشتركوا، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس كما أقوم أنا، ولكن تبادل الاشتراكات، اشترك معي وسوف أشترك معك، فهذا يعني الإعلان على يعني أو التجرؤ على يعني الإصرار على 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 أنك تأتي بالاشتراكات فقط هكذا، يعني بالتبادل، وهذا مخالف كما تخبر به سياسة اليوتيوب. وأعتقد راه الدرس واضح وبين، هذا ما استطعت أن أبين لكم، ونسأل الله العافية. وأعتذر على الإطالة لأنه أمر ولا بد منه، لأنه معروف على الله أطلع على الآخرين. وسوف أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.